هناك بعض الحقائق الغريبة والطريفة عن البطريق التي أكاد يكون بعضها صعب التصديق. نقدم لكم بعض المعلومات. هناك يوم عالمي للبطاريق وهو يوم 25 أبريل. تم العثور على 17 نوعاً من الطيور البطريق في نصف الكرة الجنوبي. إذا توفى طفل أنثى البطريق الإمبراطور ستقوم في الأغلب بخطف طفل آخر. تعود أغلب الطيور البطريق لنفس مكان ولادتها لتبني أعشاشاً جديدة. يعتبر البطريق جونتو هو الأسرع، حيث يمكن أن تصل سرعته إلى 35 كيلومتر في الساعة. على الرغم من عدم وجود آذان مرئية للبطاريق، إلا أنها قدرة السمع ممتازة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.